الله أكبر سبحان الله الحمد لله السلام على آدم ثبت الله السلام على نوح نبي الله السلام على إبراهيم خليل الله السلام على موسى كليم الله السلام على عيسى روح الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين السلام عليك يا أمين المؤمنين ولي ابن أبي طالب وصي رسول الله السلام عليك يا خاتم سيدة نساء العالمين السلام عليكما يا ضيفي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة السلام عليك يا علي ابن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين السلام عليك يا محمد ابن علي باقر العلم بعد النبي السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين السلام عليك يا موسى ابن جعفر الطاهر السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا المرتضى السلام عليك يا محمد ابن علي الصديق السلام عليك يا علي ابن محمد النبي الناصر الأمين السلام عليك يا حسن ابن علي السلام على الوصي من بعد اللهم صل على نورك وسراجه وبرجه وليه ومسيه بحجتك على خلقه السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك
خديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن ابي طالب صلوات الله عليكم. اسال الله ان يرينا فيكم السرور والسلام وان يكرمنا واياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله. فألا يسلمنا معرفتكم إنه ولي قدير. أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أدعائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر فغلا يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي. اللهم ارضى والدار الآخرة يا فاطمة اشرقي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختمني بالسعادة فلا تسلب مني ما نفيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين.